إيجيديو لاسيزي وأصول الوجود لفرانسيسكاني في الشرق الأوسط كان موضوع المؤتمر الذي عقد في دار المخلص في القدس احتفالاً بالذكرى المئوية الثامنة لوصول الفوج الأول من الإخوة الأصاغر إلى الأرض المقدسة. وبالنسبة إلى الأب مارسيلو، المهم هو أن تبقى الذاكرة حية لفهم تاريخ الرهبنة الفرانسيسكانية وإعادة التفكير والتخطيط للمستقبل بشكل أفضل. ولدت الفكرة باعتبارها لحظة ملائمة للتفكير في الأحداث التي ميزت الإخوة الأصاغر الأوائل والتأمل في المكون التاريخي للرهبنة، كما أشار إلى ذلك المتحدث الثاني الأب نارشيسيو كليماس. ماذا حصل للرهبان الأوائل الذين وصلوا إلى هنا؟ أي نوع من الحياة كان لديهم هنا في الشرق الأوسط؟ كيف وصلوا مع التجار والصليبيين؟ كيف شكلت الجماعات الرهبانية والأديرة؟ كيف تعاملوا مع أوضاع محددة؟ ما الذي كان يجري في ظل الوجود الإسلامي آنذاك؟ كيف تعاملوا ليبقوا هنا؟ وفقاً لستيفانو بروفاني أستاذ الدراسات الفرانسيسكانية، كان إيجيديو لاسيزي أول فرانسيسكاني في الأرض المقدسة، وكان رجل قداسة. كان الحج مهما جدا بالنسبة إلى إيجيديو لاسيزي، وكان يتوق للمجيء إلى الأرض المقدسة لزيارة الأماكن المرتبطة بيسوع ومريم العذراء والرسل. ما أتى به إلى الأرض المقدسة هو أسطورة قديمة تدعى بيروجينا، تكرس فصا كاملا عن وجود إيجيديو في الأرض المقدسة والضيافة التي تلقاها من الجماعات المسيحية وحتى طريقة عيشه هنا وتحمسه للعمل كما فعل في وطنه الأم. يعود وجود الآباء الفرانسيسكان في الأرض المقدسة إلى الأصول القديمة لرهبنة الإخوة الأصاغر التي أسسها القديس فرانسيس عام 1209. سألنا الأب نارشيسيو كليمانس إذا كان الوجود لفرانسيسكاني في الشرق الأوسط من أجل السلام على الدوام. نعم، كان الوجود الفرنسيسكاني على الدوام موجودا من أجل السلام هنا، والسلام يفسر بطريقة مختلفة ونحن نرى ذلك في رهبان اليوم. كان فيدنيسيو من بادوفا أكثر من محارب من أجل السلام للدفاع عن القلاع، وكان باحث أكسفورد راهبا آخر يميل أيضا إلى حل المشكلة بطرق سلمية. وقد استخدم الرهبان طريقتين مختلفتين لمتابعة المسار، ففي البداية حاولوا الدفاع عن أنفسهم بالقوة، ولكن في وقت لاحق سادت الطرق السلمية التي حافظ عليها الباحث من جامعة أكسفورد، وهذا ما ثبت مفعوله حقا. اليوم نحن ما نزال هنا. كان من المهم جدا بالنسبة للأب دو بريمير النائب العام لحراسة الأرض المقدسة أن يستمع إلى قصة الرهبان الأوائل الذين وصلوا إلى هنا لفهم الهدف من مجيئهم والروح التي استناروا بها. قدم الرهبان أنفسهم كرسل للسلام، لا يريدون الحكم على أحد بل أن يكونوا حاضرين ويعترفوا بإيمانهم المسيحي. هذا الجانب مهم بسبب الصراعات التي نشهدها هذه الأيام والحروب التي لا تملك فرصة للحل ما لم نخلق حوارا حقيقيا للسلام. هذه هي روح الرهبان الأوائل التي يجب أن تستمر في رهبان اليوم. السلام كان رسالتهم.